الفن الصناعي منهجية الجدارات الصف الأول تخصص النسيج. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقاتنا في وحدة السلامة والصحة المهنية. تناولنا في الحلقتين السابقتين في السلامة والصحة المهنية كيف نميز المخاطر في مكان العمل أي في مصنع الغزل والنسيج، وتوقفنا عند أنواع المخاطر. والنهاردة إن شاء الله عايزين نستكمل رحلتنا في السلامة والصحة المهنية ونفكركم سريعا بأنواع المخاطر اللي هم السبعة. لما قلنا عندنا أول خطر من المخاطر وهو خطر وقوع أو حدوث الحوادث. طب إزاي تحدث أو يحدث حوادث داخل المنشأة الصناعية، المصنع الغزل أو مصنع النسيج؟ زي ما احنا تصورنا في الصور اللي احنا شفناها في الحلقات الماضية، احنا عندنا مصنع الغزل بيخش له بلات قطن، كلاركات هي اللي بترفع البلات ديت من أحجام كبيرة أو أوزان تقيلة. اللي بعد ما بيتم حلق القطن ويتحول لبالة، ثم بعد ذلك يتحول لشريط، ثم بعد ذلك يتحول إلى مبروم، ثم يتحول إلى بوبينات، ثم إلى كون. هذه الكونات بتتحط في صناديق وتبقى أحجام كبيرة وأوزان ثقيلة أيضا. فبيتطلب أيضا كلارك هو اللي بيرفع هذه الصناديق اللي أوزانها بتبقى الأطنان. فالعامل لو مش واخد باله وتحرك في المسار غير مساره أثناء تحرك الكلاركات بالصناديق أو بالبلات الأثقال ديت أثناء المناولة، ممكن يحدث حدوث حادث أثناء العمل. لذلك بنقول لابد أن العمال اللي هو أنت هتبقى مشرف وردية عليها إن شاء الله بعد التخرج، لابد أن العامل يتدرب ويبقى فاهم الممرات اللي يتحرك فيها، إزاي يسلك المسلك الصحيح وفي أسهم بتبقى على الأرض إلى وصوله للمكان محدد له، سواء كان واقف على مكان أو شغال على مكان أو متجه إلى المخازن. يبقى إذن لابد أن احنا نعرف إيه بعض الحوادث اللي بتحصل وإزاي نتلافى وقوع هذه الحوادث. من الحوادث اللي بتحدث أيضا في مصانع الغزل والنسيج استخدام عدة في غير مكانها، يعني ممكن أستخدم عدة مش بتاعة الشيء أو العطل اللي أنا بعالجه، فينتج عن ذلك إصابة للعامل أو تعوير أو نزيف أو كده. كمان لو العامل استخدم أداة أو عدة ويدها هشة أو ضعيفة تبقى عرضة للكسر، إنه بيعمل عزم أثناء الفك أو أثناء التركيب، فلما اليد تكون هشة أو ضعيفة بتتكسر، فالعامل يعرض أيضا لحدوث حادث له. كذلك اليد العدة أو المعدة أو الأداة لو عليها زيوت أو شحوم نتيجة استخدامها السابق وجي عامل يستخدمها، أيضا العامل معرض لوقوع لوقوع حادث أو إصابة. يبقى الخطر الأول اللي بنقوله في أنواع المخاطر السبعة اللي ممكن تحدث في مصانع الغزل والنسيج هو وقوع حادث. الخطر الثاني هو خطر المواد الكيميائية. عندنا في مصانع الغزل والنسيج تبييض القطن، القطن بالخام بيكون لونه أبيض مائل للإسمرار أو أبيض مائل للإصفرار، فعشان نصل بالقطن للون الأبيض الناصع، سواء هيستخدم على حالته اللي هو لون أبيض زي البافتة كده أو هيتم صباغته أو طباعته، ففي كل الأحوال لابد من تبييض القطن. كذلك الصوف، لابد من إزالة شحم الغنم، شحم الصوف اللي على الأصواف، فبنستخدم مواد كيماوية في إزالة وإذابة هذه الشحوم. تبييض الصوف أيضا بنستخدم مواد كيماوية. إذن في مصنع الغزل والنسيج عشان نصل لعملية التبييض للخامة المستخدمة بتستخدم بعض المواد الكيميائية. هذه المواد الكيماوية بتنبعث منها أبخرة، هذه الأبخرة تسبب أمراض صدرية العمال، فلابد أبنائي وبنات الطلبة من أن العامل يكون مرتدي واقي الأنف زي كمامة عشان ما يستنشقش، وفي نفس الوقت في ترطيب جوه صالة الإنتاج وفي شفطات بتشفط هذه الأبخرة، وهنتناولها إن شاء الله وهنوضحها. يبقى قلنا خطر حوادث، خطر مواد كيماوية. الخطر الثالث خطر المواد الحرارية أو خطر الحرارة. طب الحرارة جت من إيه؟ إحنا لسه بنقول عملية التبييض بتتم بمواد كيماوية، فبتتم في درجة الغليان، درجة الإغلاء. أنتوا عارفين المية بتغلي عند 100 درجة مئوية، ففي سخانات وطبعا بقى في أحواض، والأحواض دي من الستانلس يعني معدن. لما تسخن لدرجة حرارة عالية، فالعامل لو هو مش مراعي المسافة البينية اللي بين جسمه وبين الغلاية أو بين أحواض الإغلاء الخاصة بالتبييض سواء صوف أو قطن، فلو ركن عليها خلاص يبقى هنا هيتعرض للحرق،
ده خطر الحرارة. كذلك الحرارة بتنبعث منها في بعض المواضع بخار، هذا البخار العامل مفروض بيكون فيه لافتات ما يعديش من المكان ده، ممكن هو يعدي خطأ، عدم تدريب، عدم وعي، عدم دراية، فيوم لما يعدي من قصاد لفتحة البخار إذا يعرض أيضا لحادث الحريق. فإذا بنقول لابد إن جميع العمال وإحنا كطلبة طالبات نعرف الأخطار اللي يمكن أن تحدث في مصانع الغاز والنسيج، وهنقول بعد شوية إزاي نتلافي هذه الأخطار. يبقى خطر الحوادث، خطر المواد الكيماوية، خطر المواد الإيه؟ الحرارية. الخطر الرابع وهو خطر التهوية. هي التهوية فيها خطر؟ لا، الأخطار الناتجة عن سوء التهوية. مصانع الغزل والنسيج واحنا شفنا دي في الحلقات الماضية بيها شفاطات بتشفط الهواء اللي بيه تراب اللي من القطن اللي بيه شعرات دقيقة اللي بيه زغبار، عشان تشفط هذه الشفاطات عشان العامل لو استنشق الغبار أو الشعرات الدقيقة أو زغبار القطن أو زغب الصوف برضه هيصاب بأمراض صدرية. فالشفاطات دي بتشفطها وفي فلاتر عليها، دور الفلتر انه لما يخرج الهواء خارج المصنع يخرجه نقي، يبقى بيتم سحب هواء نقي من الخارج ويتم طرد الهواء من داخل صاله الانتاج مع وجود فلاتر تمنع تسرب الغبار او الزغبار او الشعرات الدقيقه الى خارج المصنع حتى لا يحدث تلوث في البيئه، زي ما نص قانون البيئه المصري ما فيش مصنع يلوث البيئه المحيطه بيه، حفاظا على البيئة المحيطة والسكان كله. الخطر اللي بعد كده خطر التناول. خطر التناول في مناولة العمال، هنشوف الصور بعد شوية مع بعض. دلوقتي بعد عملنا عمل تدوير وفي كونات مرصوصة، هذه الكونات هنبدأ بقى نحرك الكون ده إلى ماكينات التسدية. أثناء المناولة في عربيات متحركة، عربات متحركة، العربات دي عليها الكون، يبقى أثناء المناولة الكون من مكان التدوير إلى عامل البقر في ماكينه التسديه، يبقى العامل بينتبه وياخد باله ان هو بيمشي في المسار بتاعه علشان ما يصطدمش بيه العربات المتحركه دي. دي اسمه خطر التناول، والتناول له اثقال اوزان، يبقى لابد العامل برضه حتى ما يشيل وزن، وهنقول بعد شويه برضه ايضا ازاي يشيل هذه الاوزان الخفيفه اللي على قد عامل يرفعها او يشيلها بالطريقه الصحيحه. الاخطار اللي بعد كده الاخطار الكهربيه. الأخطار الكهربية اللي عندنا، لو تم تحميل كابل من الكابلات حمل كهربي أعلى من الحمولة بتاعته، يعني كل كابل كهرباء ممكن يكون مصدر الكهرباء حمولته 5 كيلو وات كهرباء، لو حملناها 6 كيلو وات هتبدأ بقى الأسلاك الضعيفة يحصل انتفاخ في الكساء الجلد اللي على السلك، يحدث لها انتفاخ في الأول ثم بعد ذلك بتنصهر ثم بعد ذلك بتشتعل، ومن هنا يحدث حرائق مصانع الغزل والنسيج، كل المواد اللي فيها قبل الاشتعال بل كلها مواد سريعة الاشتعال، الأقطان والأصواف والجوت والتيل، كل الخامات النسجية مواد سريعة الاشتعال. فلابد ان احنا بنراعي ان ما يحصلش اي ماس كهربي. فبنقول الأخطار الكهربية لابد ان جميع الكابلات جميع الوصلات لا تتحمل فوق طاقتها، لا كل كابل يتحمل طاقته واقل، حرصا على السلامه، ويبقى في مشرفين وفي مهندسين كهرباء وفي عمال فنيين كهرباء طبعا على طول بيراجعوا الوصلات اولا باول. اخر خطر من الاخطار السبعه هو الاخطار النفسيه. اخطار نفسيه هو العامل لو نفسيته زعلت يعني مش هيشتغل حلو. بالفعل العامل طول ما نفسيته ومعنوياته مرتفعه هيكون مركز في أداء عمله، هيكون حابب شغله، هيكون حابب أنه ينتج إنتاج كمًا وكيفًا، كمًا عشان هو بيتحاسب بالإنتاج وجودة عالية. العامل هنا ممكن يتعرض لبعض المشاكل النفسية في المصنع بسبب إيه؟ بسبب لو هو متأخر في الإنتاج عن أقرانه، قرناؤه على نفس العدد من الماكينات بينتجوا كمية أكتر منه. طبعًا الجودة لازم في ستاندر، يعني في مقاييس ما حدش يقدر يقل في الجودة عنها، ففي الجودة لازم يبقوا في مستوى جودة واحد. أما كم الإنتاج اللي هياخد عليه الأجرة للإنتاج، هنا العمل أجر مقابل إنتاج في المصانع، وده نظام عالمي. فالعامل لو لقى إنتاجيته أقل من قرنائه تبدأ نفسيته تتعب. فهنا بيبقى فيه طبيب نفسي في المصنع بيبدأ ياخد العامل ويقعد معاه ويشوف هو
ايه الاسباب النفسيه وراء انخفاض انتاجيته؟ هل هي اسباب متعلقه بالسكن؟ هل هي اسباب متعلقه بالمواصلات؟ هل هي اسباب متعلقه بجو المصنع؟ هل هي اسباب متعلقه بالرئيس المباشر؟ ويبدا يعالجها، ولا هو محتاج اعاده تدريب؟ عنده احتياج تدريبي، محتاج ان المشرف بتاعه يبدا يعمل له عمليه تاهيل وتدريب رفع مستوى اعلى عشان يقدر يجيد زي زمايله. يبقى كده تناولنا 7 أخطار يمكن أن يحدثوا في مصنع الغزل والنسيج. طب هل ممكن إن إحنا عندنا طرق نتلافى هذه الأخطار؟ بالفعل عندنا، هنتبع 3 أمور: قبل التشغيل وأثناء التشغيل وبعد التشغيل. تعال نشوفها مع بعض إزاي نتلافى هذه الأخطار. الإجراءات اللي هنتبعها علشان نمنع حدوث أخطار داخل مصنع الغزل أو النسيج. قبل التشغيل لازم العامل يرتدي الملابس المناسبة. العامل هنشوف كده السيفتي بتاعه، ما يكونش الكم بتاعه منسدل، ما يكونش الكم بتاعه منسدل، ما يكونش متدلي حاجة من الأكمام، لأن المكان فيه طارات وسيور وسرعات عالية جدا. لو في أي حاجة منسدلة من هدومه أو ملابسه هتدخل وتنحشر وتشد جسم العامل ويعرض لإصابة بالغة. يبقى لابد ان العامل يكون اللبس بتاعه اللي هو السيفتي اللي هو شغال بيه في جوه المصنع لا يكون ضيق يعيق الحركه، ولا يكون فضفاض زياده عن اللازم فيتسبب له ان هو يدخل في انحشار في اجزاء في المكنه ويعرض للاصابه. اللي بقى بنقول ارتداء الملابس المناسبه بحيث لا تكون اطرافها سائبه، ما يكونش لها طرف سايب، ولو في جزء سايب فرضا فتل متدليه او كده او اي جزء من الاقمشه يعني زايد عن الاسوره بتاعت الكم لابد ان التخلص منها تقطع. ارتداء الادوات الشخصيه للوقايه، يعني في مهمات وقايه شخصيه لازم العامل يرتديها. يعني احنا لسه كنا بنقول دلوقتي في انبعاثات المواد الكيميائيه لازم يكون عنده لابس واقي الانف اللي هي زي الكمامه بالظبط، بس ديت يعني اكتر فلتره للمواد الكيماويه. لو تمت عمليه صيانه دوريه والصيانة الدورية تمت للماكينات، ودي بتتم كل 6 شهور أو كل سنة أو كل 8 شهور وفق جداول محددة سلفا حسب الماكينات، حسب عمر المكنة، إذا كانت مكنة ستاندر لسه جديدة ولا المكنة دي شغالة بقى لها 10 سنين أو بقى لها 5 سنين. كل ما عمر المكنة قدم كل ما كانت احتاجت الصيانة الدورية بتاعتها في أوقات متقاربة، وكل ما كانت المكنة جديدة بتحتاج الصيانة على فترات متباعدة. ففي كل الأحوال لما بتتم الصيانة الدورية في شحومات وبعض الزيوت بتكون على الارض حتما، فلابد ان العامل بعد عمليه اجراء الصيانه الدوريه عشان ما يحصلوش انزلاق على الارض بيلبس احذيه خاصه. اهي في الصوره ابناء الطلبه ظاهر اهي، الاحذيه ديت بتكون واقيه من حدوث انزلاق. كذلك ايضا عندنا سماعه الاذن. سماعه الاذن عشان تقلل الصوت مش تمنع الصوت، لان ماكينات النسيج كلها ماكينات لها صوت عالي مرتفع جدا. يبقى قبل التشغيل في اجراءات نتبعها. ايه هي الاجراءات؟ انه يرتدي الملابس المناسبه، لا الفضفاضه زياده عن اللازم ولا هي الضيقه التي تعيق الحركه، لا ينسدل منها اشياء، ولو انسدل منها اشياء لابد من قصها او قطعها عشان ما يحصلش انحشار اثناء شغل العامل على الماكينات. بيرتدي مهمات الوقايه الشخصيه للمحافظه على سلامته. إذا كان في بخار منبعث أبخرة كيماوية أو زغبار أو تراب بيلبس واقي الأنف، إذا المكن صوته عالي بيلبس واقي الأذن، إذا كان تم عملية تزييت أو تشحيم أي إجراء عملية صيانة دورية للماكينات لابد أن العامل يرتدي حذاء الواقي من الانزلاق. يبقى قبل التشغيل لازم العامل يتبع هذه الخطوات. تمام يا بنات الطلبة؟ لما يجي يدخل العامل على المكنه بتاعته مش يدخل من اي حته. لسه كنا بنقول من شويه لو هو عدى من مكان والمكان ده فيه انبعاث بخار او خروج بخار ممكن تعرض للسع او الحرق، فلازم يمشي في المسار المخصص له للوصول لمكانه في العمل. اول ما يقف على المكنه يتاكد ان المكنه تعمل جميع اجهزه الامان فيها بسلام. كل مكنه فيها اجهزه توقف اوتوماتيكيه، جميع مكنات المصانع الحديثه دلوقتي بها اجهزه توقف اوتوماتيك، يعني لو حصل عيب في مكنه المكنه على طول الفرامل بتاعتها توقف المكنه اوتوماتيك. اول ما العامل هيبدا يشتغل قبل ما يشغل المكنه بيعمل تيست على المكنه ويتاكد ان جميع اجهزه الايقاف الاوتوماتيك كلها تعمل بكفاءه.
يبقى كده دي اجراءات بيتبعها قبل تشغيل وهنكملها مع بعض. هيتاكد من وضع الاضاءه وخاصه الاضاءه الذاتيه، المكنه غير الاضاءه اللي في سقف المصنع الموجوده عشان دي الاضاءه العامه. كل مكنه في اجزاء فيها خاصه لها كشاف، الكشاف ده بيبقى مسلط عليها بحيث العامل لو حصل عيب بيبقى عنده رؤيه واضحه. يبقى المكنه فيها لمبات اضاءه ذاتيه زي كشاف في المواطن الخطر، في المواطن اللي ممكن يحدث فيها عيب او عطل، فلازم عشان العامل يكتشف هذا العيب او العطل على طول العامل لازم يكون عنده اضاءه. الاضاءه اللي هو هيستخدمها هيستخدمها منين؟ مش الاضاءه بتاعت السقف اللي هي الاضاءه العامه، لا، يبقى في اضاءه ذاتيه من المكنه مسلطه على مواطن الخطر. كمان في اضاءه اخرى في المكنه، هنبص نلاقي في المكن الحديث عندي لمبه حمراء، لمبه برتقالي، لمبه زرقاء، لمبه خضراء، لمبه صفراء، ده كذا لون. نعم، كل لمبه من دول اول ما تنور بتدل على حدوث حاجه في المكن. يبقى لو اللمبه الخضراء او الزرقاء على سبيل المثال بتبقى قايده، يعني لو اللمبه الزرقاء قادت يعني كده المكنه مهيئه للتشغيل، اللمبه الخضراء يعني اشتغل بامان. طبعا احنا بنرجع للالوان في المكن وفق الكتالوج الخاص بالمكنه. طبعا لما العامل بيدخل مصنع من المصانع، مهندسين المصنع ومشرفين الورديات بياخدوا الناس اللي لسه داخله جداد بيعرفوه على المكن ويبدا يوري له كتالوج ويبدا يوري له اللمبات دي ودلاله كل لون، عشان بناء على الالوان اللي في المكنه دي يبدا يبدا يشتغل. وضع العدد اللازمه في المكان المخصص لها، مش من المنطقي ابدا ان عامل يناول نفسه عده من فوق المكنه او من فوق مكان خطر، لو وقعت من ايده يحصل انحشار المكنه تتكسر، المكنه ده بملايين. يبقى لا، لازم تكون المعده والالات مترتبه بحيث لو احتاج منها حاجه ما ياخدهاش من فوق المكنه، لا تكون بجوار المكنه وما يعديهاش فوق المكنه. دي جزئيه. الجزئيه الثانيه ان ما فيش عامل يمد ايده في المكنه ويوقف جزء شغال والمكنه دايره حتى لو في خطا، لا، يعمل ايقاف للمكنه ثم فصل التيار الكهربي عنها. في اعطال بسيطه العامل اثناء التشغيل هو اللي بيعملها، لكن في اعطال مش من اختصاصه، هو كل دوره انه يوقف المكنه، افصل الكهرباء، بلغ مشرف الورديه، في ناس متخصصه اكتر منه وعارفين المكن ده كويس جدا وهم متخصصين في الصيانه فقط، هم يقدروا يعملوا عمليه الايه؟ الصيانه اللازمه للمكنه ويدور العمل بسرعه مره ثانيه. احنا قلنا كده قبل التشغيل، عايزين بقى نقول اثناء التشغيل. اثناء التشغيل لازم العامل يتاكد، زي ما كنت عندك عربيه وهتسوقها تتاكد ان حراره الريداتير مظبوطه، ان فيه الميه اذا كانت يعني تبريدها ميه، يعني مستوى الزيت مناسب. يبقى في اجراءات اتبعناها قبل التشغيل وفي اجراءات هنتبعها اثناء التشغيل، منها التاكد من توقيت حركات اجزاء الماكينات تعمل بتوقيتها الصحيح، حراره المكنه هي الحراره المناسبه لها، زيت التزييت المزيت للمكنه تزييت الذاتي تزييت في المستوى المطلوب، جميع وصلات الكهرباء كلها وصلات سليمه وما فيش منها اي مشكله، عدم ظهور اي اشاره تحذيريه سواء ضوئيه او كود عطل على الشاشه. يعني ايه حضراتكم بقى الحته دي؟ كل مكنه من الماكينات اللي عندنا، كل مكنه من الماكينات عندنا لوحه الكترونيه تعمل بالتاتش، فاحنا لو عندي عيب في درقه هلاقي عندي كده ظهر عندي على الشاشه يقول لي الكود رقم 5، الدروبرات مثلا 6، مشط النسيج رقم 7، فالعامل بيبقى حافظ الارقام، ده اسمه الكود. يعني كل جزء من اجزاء المكنه واخد ترقيم، الرقم بتاعه بيعتبر هو الكود بتاعه، فيقول لك العيب في عيب دلوقتي الشاشه الالكترونيه تقول لك في عيب في المكنه والمكنه شغاله لكن مش شغاله بكفاءتها، لو انت سكت العيب ده هياخد اجزاء تانيه معاه، وبدل ما هو حاجه بسيطه هتبقى حاجه اكبر. فعلى طول في الحال دي لازم توقف المكنه. يبقى عدم ظهور اي عيب على الشاشه. انت دلوقتي لو انت جاي تشغل المكنه الماكينات وبعدين اديت وصلت الكهرباء الاول، طبعا بعد ما اطمنت على المكنه هتدي امر تشغيل، في امر اولي عشان الموتور يبدا يدور عشان المكنه تبدا تتهيأ للشغل. بعد المكنه دارت بس لسه انت ما اديتش امر التشغيل اللي هو في الانتاج، لقيت عندك ظهر على الشاشه عندك في عيب ظهر في المكنه،
وهيكتب لك الرساله دي على الشاشه. ما اجيش انا اصر وبرضه وادوس على زر التشغيل وشغل المكنه، لا، طالما ظهر عندي كود عطل للمكنه اشوف اذا كان العطل ده انا اقدر اعمله. يعني مثلا لو قلنا رساله مكتوبه كلمه سيف بالانجليزي، طبعا تكون مكتوبه كده، يعني في عندنا عيب في الدرقه، على طول اروح خلف المكنه واشوف اذا كان في خيط مقطعه اوصلها، اذا كان خيط مرتخي هنشده، هتبص تلاقي الرساله دي اختفت من على الشاشه. يبقى لابد ان احنا قبل ما نشغل المكنه اكون متيقن ومتاكد بعدم ظهور اي اكواد لاعطال موجوده داخل ايه، داخل المكنه. زي ما قلنا ما بنحاولش ان احنا نوقف المكنه او نوقف جزء منها اثناء التشغيل، ما توقفش جزء مهما كان بسيط، لان قوه عزم المواتير اعلى منك، وان ممكن تصاب وممكن تعمل كسر. لما اجي اقف على المكنه كعامل انتاج، لا انا اقف لازق في المكنه ولا انا واقف بعيد قوي عن المكنه، انت بتراقب المكنه، بتراقب حركاتها، بتراقب اجزائها، بتراقب الانتاج. انت بتنتج يا اما اذا كنت انت غزال واقف على مكنه غزل في مرحله من المراحل، اذا كنت نساج واقف على مكنه نسيج بتنتج اقمشه. ففي الحاله دي لازم تكون واقف على المسافه المظبوطه اللي تمكنك من اداء عملك على المكنه، وفي نفس الوقت ما انتش لازق جسمك في المكنه، اسمها المسافه البينيه. فلابد ان انت تتعلم كابن من ابنائي وبنات الطلبه ان احنا ازاي اقف على المكنه، وازاي اخد بالي، وازاي اخد بالي من المسافه بتاعتي. فلابد العامل يتدرب على ان هو ايه، يكون في مسافه بينيه مناسبه بينه، وهنشوف بالصور دلوقتي بينه وبين المكنه. طب انت وانت شغال سمعت صوت غريب في المكنه، اعتبر نفسك راكب عربيه والسواق راح سمع صوت حشراجه او صوت كده صعب في المكنه. هل السواق ده ماشي بالعربيه ولا عطينه جاي راكن يمين؟ يركن يشوف الصوت ده ايه اللي حصل، سير اتقطع، حاجه انحشرت، يبدا انه يعالجها الاول، لكن ما يستمرش في السير. كذلك احنا كناس شغاله في مصانع غاز وسيج، شغالين على مكن فيه اجزاء كتير وحركه كتير وانتاج سريع، وكل مكن دلوقتي بيشتغل بسرعات عاليه جدا فائقه السرعه. فعند سماع لذلك لما قلنا بيلبس سماعه الودن، ما كتمناش الصوت، خفضنا الصوت، خفضنا الضوضاء حفاظا على سمع العامل، لكن العامل بيسمع. فهو انت اثناء التشغيل لقيت صوت غريب ظهر في المكنه، على الفور وقف المكنه عشان نشوف الصوت الغريب ده نتج عن ايه. لازم يكون حصل مشكله، فلابد من او حاجه وقعت، او في زغبار عمل انحشار، ففي جزء ممكن يكون ترس مسامره فكت شويه عاوز اعاده ربط، يبقى لابد عشان نشوف الايه، ايه الصوت ده نتج عن حاجه اتحركت عن مكانها غلط. والمكنه اجزائها مئات الوف من الاجزاء ومتركبه بعضها، فعند حدوث صوت غريب في المكنه لابد من ايقاف الايه، ايقاف المكنه. لو انا عاوز اراقب مستوى الزيت او مستوى الشحم في المكنه، ما راقبوش او اشوفه اثناء التشغيل، لا، لازم اوقف المكنه ونفصل ايه، التيار الكهربي. يبقى كده قلنا عشان نتلافى المخاطر في مصنع الغاز والنسيج، لهم المخاطر السبعة اللي كنا عنهم في أول الحلقة، لابد من اتباع إجراءات قبل التشغيل قلناهم، وأثناء التشغيل اللي احنا كده خلصناهم دلوقتي. تعالوا بقى نشوف الإجراءات المتبعة بعد التشغيل. الإجراءات المتبعة بعد التشغيل، بعد التشغيل انت شغال على المكنة، يبقى انت هتفصل التيار الكهربي، هتفصل التيار الكهربي على المكنة، وبعدين لا تغادر مكان عملك حتى تتوقف الماكينه تماما، تطمن مجاز انت فصلت التيار الكهربي على المكنه وزرار الباور ده معلق، انت اتكيت على زرار فصل خلاص، لكن زرار الباور ده فيه تعليق، حصل فيه عيب اثناء التشغيل من السخونه ومن الحراره و ما جيش تظهرك المكنه وتمشي، يمكن المكنه ادناها ايه، مستمره في العمل. لابد ان انت ايه، تفصل الكهرباء وتطمن المكنه توقفت تماما في توقيتها المناسب. المكنه توقفت، ما خلاص ما سيبش المكنه وامشي برضه، لا، لازم انظف المكنه بتاعتي الاول. وبعد ما انظف المكنه بتاعتي، طبعا العامل في مصانع النسيج نتيجه التطوير والتحديث بيبقى شغال على اكتر من مكنه، مش شغال مكنه واحده، لان جميع الماكينات تعمل اوتوماتيكيا، العامل دوره مراقبه مش زي زمان. طيب يبقى وقفنا، فصلنا الكهرباء، المكنه توقفت، ننظف المكنه، انظف حوالين المكنه، الاماكن بتاعتي، مكان حوالين المكنه انضفه، اذا كان في زغبار، اذا كان في بقايا خيوط، اذا كان في بقايا اقمشه، اي شيء مش مطلوب لابد من ايه،
تنظيفه. طبعا حوالين المكن بتاعي كله، انا لو عامل انتاج في خط انتاج مصنع نسيج مستلم 8 ماكينات، يبقى اظبط الثمان ماكينات بتوعي، انظف الثمان كده سريع بادوات حديثه، ونظفت حوالي منهم واطمنت. وطبعا بدايه اول حاجه عملتها فصل الكهرباء، المكنه وقفت، نظفت المكنه، نظفت حوالين المكنه. بعد كده اذا كان عندي عطل بقى، اذا كان عندي عطل في مكن الماكينات، ما غادرش الانتاج، خط الانتاج، الا لما احط لوحه تحذيريه على المكنه واكتب العطل اللي حصل في المكنه ايه. ايه السبب بقى في كده ابنائي بنات الطلبه؟ ان احنا بنشتغل في المصنع ورادي ورديات، انت مش شغال لوحدك في المصنع على نفس المكنه. المصنع ممكن يعمل 4 ورديات في اليوم. الـ4 ورديات ممكن تبقى ورديه 6 ساعات، يبقى اذا هيعمل على نفس المكن 6 عمال مختلفين توقيتات مختلفه، او ممكن 3 ورديات كل ورديه 8 ساعات، وممكن 3 ورديات كل ورديه 7 ساعات. يبقى عامل شغال 7 ساعات، صفرت الايقاف صفرت، وقفت المكنه، نظفت المكن بتاعي والمكن في عندي عطل، وانا بلغت مشرف الورديه، ومشرف الورديه بلغ الصيانه، ولكن الوقت خلص، التايم بتاع الورديه دي خلص، الورديه الجديده اللي هي اللي داخله. فبنحط لوحه تحذيريه على المكنه نقول ان احنا عندنا عيب موجود او في عطل موجود وتم تشخيصه بالايه بالتشخيص ده، ونكتب اللوحه دي ونحطها على المكنه. يبقى الورديه اللي داخله بعدنا هتبقى على طول قبل ما العام يشغل المكنه بيجيب صيانه الورديه بتاعته هو، عشان يجوا يعملوا اصلاح لهذا العطل اللي موجود في المكنه. كلها بتكون اعطال بسيطه، بس لو تركت تتحول لاعطال جسيمه. مش يعني اعطال يعني المكنه تلفت، المصانع كلها النهارده ما شاء الله قوه الا بالله، جميع المصانع حصل وحدث فيها تطوير هائل يواكب السوق العالمي. يبقى قلنا احنا كده المخاطر عشان نتخلص منها، او عشان ما نقعش فيها، او عشان ما تحصلش، تم اتباع 3 اجراءات: اجراء قبل التشغيل، واجراء اثناء التشغيل، واجراء بعد التشغيل. شايفين العمال العامل في الصوره اهو، العامل في الصوره في مكنه النسيج خلص الورديه بتاعته، وجد ان في بعض الخيوط فيها ارتخاء، بيعالجها اهو قبل ما يمشي. مش يعني خلاص خلص ورديته السلام عليكم، لا، في فاصل بين الورديه والورديه، لابد ان هو يترك المكن في حاله جيده لقرينه او زميله اللي هيستلم بعده. كذلك ادي العاملات هم في ماكينه تدوير، هم خلصوا الشغل بتاعهم، ولكن برضو قبل ما يغادروا، اذا كان في بكر كان في مشكله في عندنا في منظم شد او في شيء، لابد ان هم يضبطوا المنظمات ويضبطوا المكنه ويسيبوها في حاله جيده للورديه التاليه بعدهم. ولو لاحظتوا هنا العاملات دي لابسه كمامه اهي، وادي العامل هنا لابس كمامه. الكمامه ديت اللبس دي واقي انف، مش كمامه كورونا، الكمامه ديت خاصه بوقايه من للانف من الزغبار والشعيرات الدقيقه اللي الصادره من عمليات النسيج. قلنا بعد التشغيل، بعد عمليه التشغيل شايفين احنا دلوقتي العمال هم شايفين دي عربه المناوله. بعد التشغيل في عندنا كونات، هذه الكونات اللي عندنا ده تم تدويرها على مكنه تدوير، مطلوب بقى تحريك الكونات ديت الى مكان اخر. هتتحرك فين في المكان الاخر؟ هتتحرك على حامل الدواره عشان تجرى لها عمليه تسديه. يبقى بعد انتهاء التشغيل تم تجميع الانتاج اهو، والانتاج المجمع شايفين فيه سهم على الارض اهو، ادي سهم على الارض اهو. السهم ده بيوضح ان العمال يمشوا العربه الحامله للمنتج في المرحله دي في انهي اتجاه. يبقى مش يمشي بيها كده ولا يمشي كده، هتلاقي في السهم اهو، لو احنا الصوره اكبر شويه هتلاقي في سهم ماشي عرضي، للعاملين دول ماسكين العربه وهيحركوها كده لاتجاه اليسار في الرسم او في الصوره، متجهين بها الى حامل التسديه في الدوار. يبقى اذا ابنائي بنات الطلبه، العمليه داخل مصنع الغزل والنسيج هي عمليه منظمه للغايه، وعمليه منضبطه جدا للغايه، وصناعه الغزل والنسيج من الصناعات الرائده، وما شاء الله من الصناعات اللي بتحقق ارباح عاليه. احنا وفق منهجيه الجدارات، احنا كطلبه في الصف الاول وفق منهجيه الجدارات، قلنا في المره الماضيه في الحلقات السابقه ان احنا مش زي المنهج التقليدي. المنهج التقليدي بتاعنا كنا بنشتغل الماده
وبعدين بناخد امتحان شهور في الترم الاول، شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر، وبعدين بناخد عليها اعمال سنه 10%، ونيجي في نهايه الترم الاول نمتحن امتحان تحريري وامتحان عملي عليه 40% من الدرجه، يبقى الترم الاول 50% وكذلك الترم الثاني ان شاء الله برضو 50%. ده المنهج التقليدي اللي خلاص ما عادش ينفع مع التقدم والتطور التكنولوجي الهائل في العالم كله. لذلك الدوله اتجهت الى تغيير نظام التعليم انه يكون زي التعليم اللي في الدول الاوروبيه، اللي هو التعليم وفق منهجيه الجدارات. يعني انت ما تكون طالب حاصل على شهاده دبلوم ثانوي صناعي 3 سنوات تخصص غاز او تخصص نسيج او اي تخصص غير تخصصنا ووفق منهجيه الجدارات، وانت عاوز تشتغل مثلا في اي دوله خارج مصر، المؤهل بتاعك معترف بيه بره، لان انت بتتعلم على الطريقه اللي هم بيتعلموا بيها هناك عندهم برضه في نفس الوقت. فبنقول الطالب بقى هنا مش هيمتحن امتحان تحريري وامتحان عملي في اخر الترم، لا، ده احنا بنتقيم كل ما بنخلص مخرج من المخرجات. احنا كده خلصنا المخرج الاول، المخرج الاول هو عنوانه تمييز المخاطر في مكان العمل، المخاطر السبعة ازاي نميزهم وازاي ان احنا نتلافى هذه المخاطر. ده المخرج الاولاني اللي احنا انتهينا منه على مدار الحلقتين الماضيتين وفي هذه الحلقة. بعد ما نخلص المخرج الاولاني هنتقيم احنا كطلبة بقى. لما يجي نتقيم، اما ان احنا هناخد جدير، يبقى احنا كده خلصنا المخرج والحمد لله بينا جدير فيه. طب لو انا غير جدير انت كطالب يعني، او لو انا زميلك يعني وانا طالب وانا خدت غير جدير، يبقى عندي فرصة تانية خلال ايه؟ خلال اسبوع المستر او المس هتعمل لك عملية تغذية راجعة على النقطة اللي انت اخطأت فيها، وتبدأ تقيمك خلال اسبوع من تاريخ التقييم الاولاني، وتبدأ تتقيم وتشوف انت بقى جدير ولا غير جدير. طب الطالب تقيم وللأسف غير جدير، في الحالة دي في اجازة نص السنة اذا كنت ترم اول، او في اجازة الصيف لو كنت ترم تاني، تبدأ يتعمل حاجة اسمها برنامج علاجي. يعني ايه برنامج علاجي؟ يعني واحد تعبان مريض راح للدكتور اداله علاج، طالب درس وخد الجانب المعرفي والمهاري، ومع ذلك الطالب لسه غير جدير، مش عنده المهارة والمعرفة الكافية في الجزء ده، يوم يتعمل له برنامج علاجي. يعني ناخد نفس المخرج ده مكثف، دراسة مكثفة في مدة اسبوعين، وبعدها يتم ايه؟ يتم تقييمه. اذا الطالب بقى جدير، دي الفرصة الثالثة، يبقى جدير. طب لا قدر الله غير جدير، يدخل دور تاني، ودي الفرصة الرابعة والاخيرة. الفرصة الرابعة والاخيرة. يعني اذا احنا عندنا فرص للتقييم، بس لازم لابد ان احنا ننتبه. انت عندك شيت كده، هذا الشيت عندك فيه فرص. لو انت اكتسب الفرصة الاولى، لما تيجي تقيم بعد 3 سنين وتاخد درجات عشان تروح مكتب التنسيق وتخش الجامعة وتخش كلية التكنولوجيا وتبقى راجل مهندس أو أنسة مهندسة، إذا أنت خدت الفرصة الأولى لك درجة معينة، إذا اكتسبت الفرصة الثانية درجة بتقل، إذا اكتسبت الفرصة الثالثة درجة بتقل، إذا اكتسبت الفرصة الرابعة درجة بتقل، لا قدر الله لو راس الدرجة بتقل، يبقى إذا مش متساوية. اللي بيجتاز من الفرصة الأولى لا يتساوى مع اللي اجتاز من الفرصة التانية أو التالتة أو الرابعة. معنى كده لازم أجتهد، لازم أغبش، لازم أروح المدرسة. أنا دلوقتي إحنا خلاص خلصنا المخرج الأول وهتتقيم. طب المخرج الأول في الوحدة دي تتقيم بإيه؟ هتتقيم ببطاقة ملاحظة وإنت هتأدي. تعال نشوف كده مع بعض المعايير اللي إنت مطالب بيها في التقييم. انت البطاقه الملاحظه اللي هتجيلك هي نفس البطاقه دي بالظبط تمام، مستر او المس بيصورها لك، وتيجي انت بقى اهو تكتب اسمك رباعي، اسم رباعي هنا كده، وهنا في رقم الطالب. رقم الطالب هنا في اللي بين قوسين دي اللي هي كود الطالب، الكود اللي انت بتدفع بيه المصروفات المدرسيه، بتكتبه هنا اهو، والتاريخ التقييم وليكن مثلا النهارده فرضا يعني 18/10 السنه الدراسيه 2022/2023، كتبت بياناتك، تعالى بقى خلاص البطاقة هتسلمها للمس أو المستر، هو اللي هيقيمك، هيمسك البطاقة في إيده ويبدأ يشوفك أنت هتعمل إيه. دي الجدارة رقم واحد، المخرج رقم واحد اللي هو تمييز المخاطر المتعلقة بمكان العمل طبقا لمواصفة الأيزو اللي هي 45001 لعام 2018. أول معيار من معايير الأداء بتاعتك
يراجع وجود اللوحات الإرشادية في مكانها أو في أماكنها طبقا للتعليمات. أول حاجة اتكلمنا عنها في أول حلقة في السلامة الصحة المهنية، قلنا إن عندنا لوحات إرشادية. اللوحات الإرشادية ديت بترشد العمال أو الزائرين للمصنع عن كل حتة في المصنع. هو عايز يروح صالة إنتاج رقم 5، يبقى بيتبع من اللوحة الإرشادية فين الأسهم اللي توديه على صالة إنتاج رقم 5. إذا كان هو عايز يروح مبنى الإدارة، في عنده أسهم توديه على مبنى الإدارة. إذا كان راح على المخازن، عنده أسهم بتشاور له وتقول له فين يروح على اتجاه المخازن. هل أنت راجعت كطالب أو كطالبة اللوحات الإرشادية؟ عارف مكان اللوحات الإرشادية ولا مش عارف مكانها؟ طيب النقطة الثانية، المعيار الثاني، يراجع يعني الطالب، يعني اللي بيراجع أو الطالبة، يراجع وجود الإضاءة الجيدة طبقا للتعليمات. هل أنت راجعت الإضاءة في سقف ومكان الإنتاج؟ أنت عندك الورشة في المدرسة كما لو كانت مصنع مصغر، هي فعلا عبارة عن مصنع مصغر، بدل المصنع فيه 1000 ماكينة أو 2000 ماكينة، المدرسة فيها 4 ماكينات، يبقى هي مصنع مصغر، صالة إنتاج مصغرة. طيب النقطة الثالثة، أنت رجعت خلاص لوحات الإرشادية وعرفت مكانها، رجعت الإضاءة، يراجع وجود التهوية الكافية طبقا للتعليمات. هل أنت بصيت على شفاطات التهوية موجودة، وهل الفلات الراكبة، وهل أكياس الأتربة والزغبار والشعارات، هل الأكياس راكبة، وهل الشفاطات تعمل بكفاءة ولا فيها شفاط عطلان وانت سكت او انت مخدش بالك؟ يعاين العدد والادوات في اماكنها السليم طبقا للتعليمات. هل انت مسكت شنطة العدة او كانت مفتوحة معلقة؟ هل انت رجعت العدد؟ هل اياديها سليمة؟ هل الفك بتاع العدة سليم؟ هل العدد دي هي المناسبة للمكان ده ولا مش مناسبة؟ المعيار الخامس، يراجع سلامة وعزل وتغطية. خلي بالك من النقطة دي، خطيرة جدا المعيار ده. كل المعايير مهمة، بس خد بالك المعيار ده هو يعني لو انت اهملت مثقال ذرة فيه بيتسبب في حدوث ماس كهربي وحرائق. يراجع سلامة وعزل وتغطية الاسلاك والتوصيلات الكهربية قبل بدء التشغيل طبقا للتعليمات. لازم تراجع مصدر الكهرباء، الكابل الرئيسي اللي داخل، هل هو سليم؟ طيب الكابلات الفرعية هل هي سليمة؟ هل هي متغطية بالكسر بتاعتها تماما؟ هل الوصلات الفرعية سليمة؟ هل هي متغطية بالكسر بتاعتها؟ فيها اجزاء منتفخه، منتفخه يعني خلاص هتتقشر وهيحصل ماس كهربي، يعني ضعفت. المعيار السادس، يفحص معدات الاطفاء طبقا لخطه المراجعه. معدات الاطفاء واحنا اتكلمنا عنها في الحلقه الماضيه، قلنا ان عندنا 4 انواع من الطفايات، طفايات الماء المضغوط، وطفايه الماء المضغوط دي نطفي بيها الورق، الخشب، الاقمشه. والنوع التاني من الطفايات، طفايات غاز ثاني اكسيد الكربون. ثاني اكسيد الكربون ممكن تطفي حاجه ناتجه عن الكهرباء، ممكن برضه تطفي حاجه بتروليه. النوع الثالث من الطفايات، طفايات غاز الهيلون، اللي هي المواد الكيماويه، اللي هي مجموعه مواد كيماويه. طفايه الهيلون تطفي جميع انواع الحرائق وخاصه المواد البتروليه. ليه؟ لانها بتعمل عزل تماما للاكسجين، بتقدر تطفيها وتخمدها في الحال. يبقى انت، هل انت رجعت طفايه الحريق؟ هل انت عارف استخدام كل طفايه الامثل لها، ايه اللي تطفى بيه وما تطفيش بيه؟ النوع الرابع من الطفايات اللي انت عارفه برضو بنذكرك بيه، وهي الطفايات الرغوي. وطفايات الرغوي دي بتبقى ممتازه قوي مع المواد البتروليه، لانها المواد البتروليه بتطفو على الماء، ما ينفعش تطفيها بالميه، فالماده الرغويه بتعمل على اطفاء المواد البتروليه، بنزين، كروسين، اي ماده من هذه المواد. يبقى هل انت راجعت بقى خطه المراجعه كل طفايه من دول؟ إذا تم تفريغها في إطفاء حريق لابد من شحنها. كل الطفاية بتتراجع، لأنها بعد فترة ممكن ضغط لو فيها يقل تيجي تطفي ما تطفيش، يبقى لابد أن أنت بتشوف المؤشر بتاعها، هل هو في الجزء الأحمر يسار، يبقى أنا بتصل بالشركة بالرقم مكتوب على الطفاية عشان يجي يعمل صيانة لها. دول كم معيار؟ 6. هننزل معايير الخمسة اللي تحت دول، اللي هو يفحص معدات الإطفاء، دي خلصناها. بينفذ بقى التدابير اللازمه لتفادي المخاطر. ايه؟ هل انت بتنفذ التدابير اللازمه عشان تتفادى المخاطر السبعه ولا بتنفذهاش؟ لها معايير 5 اهم. يفصل التيار الكهربي بعد الانتهاء من العمل حسب القواعد. يعني ممكن تبقى المكنه دايره وجاي فصل الكهرباء، ابقى انا كده خالفت القواعد. هل العربيه لو هي دايره وماشيه والسواق ماشي، هل يقدر يقفل الكونتاك ولا لازم الاول يوقف العربية؟ ولما العربية تقف يبقى يقفل الكونتاك.
فانت كذلك المكنه ما ينفعش تفصل عنها الكهرباء وهي دايره، لابد ان انت توقف المكنه الاول من زرار الباور، تطفي المكنه الاول بعد كده تفصل عنها الكهرباء. خلي بالكوا ابنائي وبنات الطلبه، اي معيار من معايير ال 11 دول، اي معيار من معايير ال 11 دول لو انت ما حققتوش هتاخد نوع علامه اكس اهو، وتبقى غير جدير. يعني الجدارات تختلف عن النظام التقليدي. في النظام التقليدي كان ممكن الطالب لو هو جاوب على، لو هو 100 سؤال جاوب على 90 قول ده الطالب ده ممتاز، ده جاب 90%. اما التقييم وفق منهجيه الجدارات الطالب لازم يجيد جميع بنود التقييم، لازم يحققها 100%. لو عندنا فرضا 100 معيار وانت جبت على 99 معيار وسبت معيار واحد، انت غير او انت غير جدير، انتبهوا عشان تسقط في الصف الاول. يبقى احنا هنا بنقول لحضراتكم المعيار المخرج الاولاني اللي هو تمييز مخاطر المتعلقه بمكان العمل وازاي احقق التدابير اللازمه عشان اتفادى هذه المخاطر، لها 11 معيار اهم. ال 11 معيار دول لازم احققهم، المستر او المس يبقى ماسك بطاقه الملاحظه دي، وانت هتبدا تادي قدامه المعايير ال 11 دول معيار معيار. اذا انت عمل كل معيار هتاديه صح هيعمل علامه صح هنا، طب في معيار ما اديتوش صح هيعمل علامه خطا هنا. لو دول 11 معيار انت اديت 10 صح وواحد خطا، يبقى المستر هيديك غير جدير او المس، وبعدين هيديك تغذيه راجعه. يعني ايه تغذيه راجعه؟ يعني يفهمك خطاك ايه في المعيار ده وازاي تعمله صح، وخلال اسبوع يعيد تقييمك مره ثانيه. فاهمين ابنائي بنات الطلبه؟ ارجو ان انتم تكونوا واصله لكم، مع برضو الاساتذه في المدرسه بيوضح لكم كمان. يبقى احنا بنقول لكم احنا وقفنا هنا عند فصل التيار الكهربي، وقلنا فيها ما بفصلش التيار الكهربي تلقائي، لابد من ايقاف المكنه اولا ثم فصل التيار الكهربي. يتجنب مخاطر التشغيل على الماكينات طبقا للتعليمات. مخاطر التشغيل ان ما يعديش قدام بخار، ان هو ما يركنش على مكنه فيها جزء سخن، ان هو ما يكونش مرتدي سيفتي او حاجه فيها اساور فيها اجزاء متدليه، ما يكونش لابس حظاظه او خواتم حاجه في ايده، دي اسمها تجنب مخاطر التشغيل على الماكينات طبقا هذه التعليمات. والتعليمات كلها منبثقه عن وصفه الايزو 45001 لعام 2018. بيتجنب مخاطر السلوك الشخصي الخاطئ. هو في سلوك شخصي خاطئ اثناء العمل؟ طبعا مفيش عامل بيخش بمحمول في المصنع، دي مفروغ منها، لكن ممكن يتكلم مع زميله فده اسمه سلوك شخصي خاطئ. ممكن يبعد عن المكنه مسافه ابعد من المطلوب منه، ما يعرفش ان في عربه متحركه هتبقى شايله الخامات او شايله المنتج ورايحه بيه المكان بتاعها. فطبعا هنا بقى ايه؟ اتبع السلوك شخصي منفرد كده خاطئ خالف التعليمات. يؤمن العربات والمطاوي، تمام، التي تقل اي مواد داخل بيئه العمل. انت بتامن على العربات، يعني انت لو انت زي ما شفنا في الصوره من شويه العمال الكون مرصوص على الـ على الـ على العربه وهم ماسكين العربه بطريقه صحيحه، والكون مش فوق بعضه، الكون كل كونه راكبه في مردن، ما لو حط الكونات فوق بعضها ممكن يحدث انصرام للخيوط، ودي بقى هنا فيها خطوره. النقطة الحداشر، بيعد تقرير. انت يعني تكتب تقرير ازاي تحدد او تحد من المخاطر طبقا لمواصفات الايزو العالمية. يعني انت كمتعلم لما انت بقى شفت المصنع واشتغلت في المصنع وخدت مواصفة الايزو 45001 2018، تكتب تقرير، يعني تكتبه خط ايدك كده، تقول والله انا وجهة نظري 1 2 3 4 5، عشان تحدث مراجعات. يبقى انت دلوقتي بعد ما خلصت المخرج الاول هتقيم فيه، هتقيم فيه مرتين، مره دلوقتي ببطاقه ملاحظه اللي هي فيها 11 معيار اللي انت شايفهم قدامك دول، لازم تحقق معيار معيار على حده من دول، تحققهم كلهم. اذا حققتهم كلهم انت جدير او انت جديره، ما حققتش معيار منهم انت او انت غير جدير. تاخد فرصه اسبوع وبعدين بعد كده تبدأ تتقيم مرة أخرى، وإن شاء الله تبقوا جادرين من أول مرة. إحنا عاوزين تخصص الغاز والنسيج والصناعات النسجية ياخد دوره
وياخد مكانه وتبقوا طلبه متفوقه. انت عندك كليه تكنولوجيا وكليه هندسه، في تقييم ايضا على المخرج ده، ولكن هيكون في نهايه الوحده، هيكون في نهايه الوحده بامتحان تحريري مجمع. هو نفس الورقه دي بالظبط كده، المستر او المس بيكون مصورها، وبرضه بتكتب اسمك والكود بتاعك والسنه الدراسيه وتاريخ التقييم، اي تاريخ يوم التقييم اللي انت هتقيم فيه. وبعدين هتكون انت بقى مراجع الوحده كلها ككل، وبعد ما هتراجع الوحده كلها ككل عندك اسئله اهي، في اسئله اكمل، في عندك بتختار انت من متعدد اهو، في عندك اسئله صح وخطا، وعندك اسئله توصيل. فانت هتجاوب على هذه الاسئله سواء كانت المخرج الاول او الثاني او الثالث، وبعدين يبقى انت كده تم تقييمك. الى هنا ابنائي وبنات الطلبه وطالبات الصف الاول تخصص الغزل والنسيج منهجية الجدارات، اشكركم وارجو ان تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقه، والسلام عليكم.